السلام عليكم. إن شاء الله شباب عايزين نكمل مع بعض الموضوع اللي بدأناه المحاضرة اللي فاتت، اللي هو الـ Database Logical Design. وده كان موضوع المحاضرة، إن إحنا عندنا ERD وعايز أحولها لـ Database. خلاص أنا خلصت بقى موضوع الـ Analysis اللي هو بيبقى على الورق، وعايز أحول الكلام ده على أي باكج بقى، على أي سيستم كده، على شكل داتابيس حقيقي. فكان في ترانسفورميشن، كان في تحويل كده، خطوات بنعملها من شكل الاي ار دي لشكل الداتابيز اللي احنا هنعملها. كنا بدأنا نتكلم تقريبا في كل التفاصيل بتاعت الداتابيز من اول خالص، من اول الانتيتيز والاتريبيوتس والبرايمري كيز والفورين كيز. كنا بدأنا اخر حاجة في المحاضرة اللي فاتت، كنا بدأنا نتكلم على الريليشنز او ريليشن شيبس، وكنا اتفقنا لو نفتكر كده ان الريليشن شيب كانت ثلاث انواع اساسيه، غير بقى الوان تو وان والوان تو ميني. لا، في عندنا حاجه اسمها اليوناري ريليشن، في عندنا حاجه اسمها الباينري، وفي حاجه اسمها الترنري. اليوناري ريليشن هي ممكن تبقى وان تو وان او وان تو ميني، ولكن بتوين الانتيتي اند اتسلف. خلاص، الباينري كانت between two different entities. الترنري كانت ريليشن بتبقى فيها ثلاثة entities في نفس الوقت. يمكن اللي اتكلمنا عليه وخلصناه المرة اللي فاتت كان الباينري، ان انا لو عندي شكل ال one to one او ال one to many او ال many to many كنت هعمل لها مابينج ازاي. عايزين نتكلم النهاردة مع بعض على اليوناري وعلى الترنري بشكل ايه، بشكل مستقل يعني. طيب تعال نبدأ اليوناري. اليونري دي كنا نفكركم كانت عبارة عن ايه؟ ان انا عندي entity كده ونفترض employee، وعايز اربطها مع نفس الانتيتي تاني. الفيرب اللي هيربط الامبلوي مع الامبلوي ايه؟ ولنفترض مانج مثلا، انا عايز اقول والله الموظف الفلاني بيمانج الموظف الفلاني. لو انا عايز اعرف مين مديرك في الشركة واخزن الكلام ده في الداتابيز، فانا ممكن يبقى عندي مثلا هيراركي، عندي كده يعني بيسموه الهيكل الوظيفي في الشركة، ان في عندك الهيد بتاع الشركة وعنده مثلا اتنين نواب، يبقى الموظف رقم اتنين والموظف رقم تلاتة. الموظف رقم اتنين مثلا معاه مجموعة من الموظفين، يبقى رقم اربعة ورقم خمسة، رقم تلاتة مثلا تحته رقم ستة، وستة تحته رقم سبعة. ده بنسميه الهيكل الوظيفي. نعمل حاجة زي كده ازاي في الداتابيز؟ لازم نتفق الاول ان كل الاي ديز دي هي تخص موظفين، في موظف رقم واحد، موظف رقم اتنين، موظف رقم تلاتة. لكن انا عايز في الداتابيز اخزن شكل العلاقات دي، بحيث ان انا ابقى عارف ان الموظف ده بيريبورت للموظف ده، والموظف ده بيريبورت لده، وده تحته الاتنين دول، وهكذا. طيب دي هنعملها ازاي؟ يبقى دي اكيد هي علاقة بين الامبلوي وامبلوي برضو، وبالتالي العلاقة هنا كانت ايه؟ بنسميها يوناري. ليه يوناري؟ لان العلاقة between the entity and itself. اليوناري ممكن تبقى one to one، ممكن تبقى one to many، ممكن تبقى many to many، مش هتفرق معنا في حاجة. هنعملها ازاي؟ دي اول حاجة ان ايه عايزين نتكلم فيها. طيب هنا العلاقة ايه؟ manage. وبالتالي المانج موظف ممكن يدير اكتر من موظف، لكن المفروض ان اي موظف ليه مدير واحد. وبالتالي حتى من شكل الرسمة اللي احنا رسمناها مع بعض، العلاقة هنا هي one to many، الموظف ده تحته اكتر من موظف، لكن اكيد كل موظف بيبقى ليه ايه؟ بيبقى ليه مدير واحد. طب نعملها ازاي دي؟ طيب انت دلوقتي سيادتك عندك table employee، والمفروض ان سيادتك عايز تربطه برضو مع ايه؟ مع نفس الامبلوي. تخيلوا كده ان هما تو ديفرنت تيبل، ما هماش تيبل واحد، تو ديفرنت تيبل. وسيادتك بتقول لي هنا ده المانجر، ده الموظف بتاع المانجر، وده الموظف بتاع الامبلوي العادي. وبالتالي سيادتك هتقول لي ان ده وان وتحته ميني، مش كده؟ طيب احنا كنا بنعمل ايه في العلاقه ال one to many؟ سيادتك كنت بتاخد البرايمري كي بتاع ال one تحطه as a foreign key في الميني. طب اذا كانوا الاثنين نفس التيبل، فسيادتك هتعمل ايه؟ ولا حاجه. كل اللي هتعمله انك هتاخد، هتزود كده فيلد جديد في التيبل بتاع الامبلوي، ويبقى هو foreign key من نفس البرايمري كي بتاع نفس التيبل. يبقى كان انت سيادتك فيرتشوالي كده عندك ايه؟ عندك
هو نفس الجدول صحيح، ولكن انا هزود عليه كي جديد، الكي ده يبقى فورين كي من نفس البرايمري كي اللي موجود في نفس التيبل، لكني خدت الايه ال1 حطيته فورين كي في الميني. اذا كان هما الاثنين واحد فهيبقى في نفس الايه، هيبقى في نفس الجدول. اذا هي نفس الكونسبت، ما عندناش مشكله فيها. طيب لو انا عندي العلاقه 1 تو 1 ايه اللي هيفرق؟ خدوا بالكم بقى يا شباب، الكلام ده احنا يمكن قلناه المره اللي فاتت وبكرره تاني. الفرق ما بين ال1 تو 1 وال1 تو ميني هو الكونسترينز اللي بتبقى موجوده على الفورين كي. لو الفورين كي allow duplicate، وبالتالي دي بقت ايه؟ ها بقت ميني، 1 تو ميني. لو نو duplicate بقت 1 تو 1، مش كده؟ طيب يعني احنا العلاقه هنا، انا بقول لك كده، الموظف رقم 8 كامل، الموظف رقم 5 محمد عادل، الموظف رقم 1 مجدي فؤاد، الاسماء اللي موجوده قدامنا دي. الرقم 8 ده مين مديره؟ هو رقم 8، يبقى ده اكيد ده كده المدير بتاع الايه، ها مدير المكان. رقم 5 مديره 8، رقم 1 مديره 5، التمانية هنا اتكررت مش كده، وبالتالي هنا قالوا ايه، قالوا دوبليكيت. طالما قالوا دوبليكيت بقت دي ميني، 1 تو ميني، يبقى 1 تو ميني. طيب دي لو انا عندي داتابيز اجهزها ازاي؟ تعالوا كنا بدأنا برضو المرة اللي فاتت مع بعض كده، نجرب مع بعض على التوي داتابيز اللي هي اسمها الاكسس اللي موجودة عندنا في الاوفيس. انا دلوقتي عندي موظف، عندي داتابيز كده موظفين، عايز ابدأ اظهر فيها الريليشنز بتاعت المانجر دي، عايز اطبق فيها حكاية الوان تو ميني ريكيرسيف. احنا اتفقنا اليوناري ريليشن دي بتبقى حاجة ريكيرسيف. ليه ريكيرسيف؟ لان هي بتوين التيبل ونفسه. فدي انا المفروض ان انا ازود عليها فورين كي، مش كده؟ البرايمري كي بتاعنا مين؟ لو رحنا كده للديزاين، البرايمري كي بتاعنا مين؟ هو الامبلوي اي دي، مش كده؟ فالمفروض ان انا ازود فيلد جديد معايا، ونفترض مثلا مانج اي دي، ده هيبقى هو الفورين كي بتاع من الامبلوي اي دي، البرايمري كي بتاعه الامبلوي اي دي، والمانج اي دي هو فورين كي منه. المفروض ان هو يبقى نفس النوع بالظبط بتاع البرايمري كي. وخدوا بالكم هنا لو يعني حبيت تتعلموا الموضوع ده، لو انا قلت لك في الريكوايرد، في عندي هنا فيلد كده اسمه ريكوايرد، الريكوايرد ده هو allow null او no null. لو انا قلت لك ريكوايرد نو، يبقى انا بسمح بالنل في الايه، في الفيلد ده. لو انا قلت لك لا يس، فانا هنا بمنع الايه، بمنع النو نل. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه لو بنتكلم على الدوبليكيت، هل الدوبليكيشن اوكي ولا لا؟ لو نو دوبليكيت فانا كده خليتها ايه، كده انا خليتها 1 تو 1. لو انا allow duplicate yes duplicate، فدي بقت ايه، بقت 1 تو ميني. هو الفرق الداتابيز بتشعر بالفرق ما بين الاثنين عن طريق الايه، عن طريق كونسترين ده. احنا عايزين نخليها ايه، عايزين نخليها 1 تو ميني، ما عنديش مشكله، وبالتالي هخلي الدوبليكيت از اوكي. خلاص هسيف الكلام ده، بس قبل ما اعمله سيف ناخد بالنا ان احنا عاملين هنا الريكوايرد ده يس، معنى كده ان لازم المانج اي دي ده يكون فيه داتا. طبعا احنا لسه ضايفينه دلوقتي، فاحنا لو عملنا كده سيف هيعمل لي على طول ايه، هيعمل لي على طول ايرور. ليه؟ لانه لسه الفيلد ده ما فيهوش داتا، احنا لسه مزودينه حالا، وبالتالي ده ممكن يعمل لي مشكله. فخلينا نعمل ده دلوقتي نو، لان هو ملوش قيمه. المهم دلوقتي هو ان الدوبليكت از اوكي عشان تبقى 1 تو ميني. خلاص انا دلوقتي ممكن اعمل سيف، ما عنديش مشكله، وهقفل الكلام ده. طيب اعمل بقى ازاي علاقه 1 تو ميني بتوين الامبلوي اند اتسلف علشان نعمل كده نخزن التري اللي احنا عملناها دلوقتي. فساعتك هتروح لداتابيس تولز ريليشنز، هتمسك الامبلوي هتضيفه مره، وهتمسك الامبلوي تضيفه كمان مره. هي دي الطريقه. سيادتك ما عندكش طريقه كده ان انت تعمل دراج اند دروب من هنا لهنا، ما فيش حاجه اسمها كده في الاكسس. لكن سيادتك لو عايز تعمل كده، هتمسك الجدول نفسه هتعمله دراج اند دروب مرتين، وتمسك الامبلوي ترميه هنا عند المانج اي دي، هو اوتوماتيك هيعرف على طول ان هي ايه، ان هي 1 تو ميني، وبالتالي سيادتك هتكريت ريليشن. سيادتك عايز تبدا تدخل الداتا بقى، فاحنا عندنا شكل التري عايزين نحولها لشكل جدول. يعني افتكر كده شكل التري اللي احنا عملناها مع بعض، عايز احول الكلام ده شكل جدول. فالمفروض ان انا البرايمري كي بتاعي هنا 1 2 3 4 5 6 7 8، دول كده الموظفين اللي عندي. طيب 1 مديره مين؟ 1 مديره 1 مش كده؟ 2 هيبقى مديره 1، 3 هيبقى مديره 1،
أربعة هيبقى مديره 2، 5 هيبقى مديره 2، 6 هيبقى مديره 3، 7 هيبقى مديره 6، و8 هيبقى مديره 6. بالتالي دي الطريقة اللي سيادتك تحول بيها شكل تري لشكل ايه؟ لشكل تيبل وداتابيز والريليشنز بين ما بينه بالشكل ده. بالتالي تعالوا نجرب كده. احنا قلنا واحد مثلا هيبقى مديره رقم 1، رقم 2 مديره رقم 7، طبعا ما عندناش 7، بالتالي انا متخيل ان على طول هيطلع ايه؟ هيطلع ايرور ان ما فيش، لازم الفورين كي ده تبقى قيمته موجوده في البرايمري كي بشكل او ايه؟ بشكل او باخر. وبالتالي احنا قلنا برضو 2 مدير 1، 3 مدير 1، لو انا عندي كده موظف 4 ولنفترض اسمه بقى ايه؟ اي اسم كده. 4 هيبقى مديره رقم 2، 5 هيبقى مديره مثلا رقم بي، 5 كان مدير رقم 2. وبالتالي سيادتك تقدر انت تكمل الايه؟ تكمل العمليه دي كده. وبالتالي سيادتك هنا عملت ريليشن يونري وان تو ميني بتوين الجدول بتاع الامبلوي اند اتسلف. طيب لو انا عايز اعمل علاقه ميني تو ميني برضو بتوين الجدول ونفسه، يعني كان عندنا برضو سيستم كده، تخيل كده ان سيادتك عندك مصنع، المصنع ده فيه مجموعه من الايتمز، والايتمز دي بتستخدم في تصنيع ايتمز اخرى. تخيل كده مثلا عندنا مصنع كمبيوتر، اسمبلي كمبيوتر، بنجمع كده اجهزه كمبيوتر، فهم عايزين يعملوا داتابيز. انت سيادتك ممكن تبيع سي دي روم لوحده، او هارد درايف لوحده، او مودم لوحده، او ساوند كارد لوحده، وفي نفس الوقت سيادتك ممكن تبيعهم داخل جهاز كمبيوتر، مش كده؟ وبالتالي سيادتك عندك ايتم ولنفترض هارد درايف، وفي نفس الوقت في ايتم تاني ولنفترض كمبيوتر موديل معين، وبالتالي محتاج مواصفات معينه، وبالتالي الكمبيوتر والايتمز كلهم متخزنين جوه الجدول اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه ايتم. بس انت سيادتك دلوقتي لما تيجي تسال السؤال ايه العلاقه ما بين الايتم والايتم، فهتكتشف ان العلاقه هتبقى وان تو ميني. الميموري دي ممكن تستخدم في اكتر موديل من الكمبيوتر، واكيد الموديل بتاع الكمبيوتر ده نفسه هو موجود داخله اكتر من ايه؟ اكتر من ايتم، مش كده؟ وبالتالي العلاقه بين الاثنين دول هتبقى وان تو ميني. طيب اذا انت عندك الاول جدول الايتم الاساسيه، كل الايتمز اللي موجوده في المصنع ده، الايتم اي دي والنيم واليونت برايس بتاع كل واحده فيهم. سيادتك عايز تربط بين الايتم ونفس الايتم بس العلاقه وان تو ميني. كنا بنعمل ايه في الوان تو ميني؟ كنت سيادتك بتاخد البرايمري كي بتاع الوان وتحطه فورين كي في الاسوشيتيف انتيتي، والبرايمري كي بتاع الوان الثاني اللي هو الجدول الثاني برضه تحطه ايه؟ تحطه فورين كي في الاسوشيتيف انتيتي. تاني تعالوا نفتكر كده هنعمل ايه، لان هي الفكره هي هي، القاعده هي هي، فدي ما تلخبطكش هي كانت بقى يونري ولا باينري ولا حاجه تانية. يبقى احنا لما كان عندنا جدول ونفترض جدول A وجدول B والعلاقه بينهم كانت ميني تو ميني، فاحنا المفروض ان احنا كسرنا العلاقه بين الاثنين كده في اسوشيتيف انتيتي في النص، وبقت العلاقه هنا وان تو ميني بين ده وده، وبقت وان تو ميني بين ده وده. طب انا امثل ازاي العلاقه الوان تو ميني؟ كنت باخد الاي دي بتاع ده او الاي اي دي عشان يبقى ده الاي دي بتاع التيبل ايه، واحطه هنا از ا فورين كي، مش كده؟ واخد برضو البي اي دي هنا البرايمري كي بتاع ده، احطه فورين كي هنا، ويخلي الاثنين كومبوزيت برايمري كي للجدول الجديد، او ان انا اضيف برايمري كي جديد، ده اللي احنا كنا اتكلمنا عليه المحاضره اللي فاتت. يبقى انا نفس الفكره. طب تخيل بقى ان الجدول ده والجدول ده هم نفس الجدول، وبالتالي مش هتختلف في حاجه. هاخد البرايمري كي بتاع الجدول احطه فورين كي، والبرايمري كي بتاع نفس الجدول احطه فورين كي، والاثنين مع بعض يبقوا نيو كومبوز برايمري كي. وده اللي حصل هنا فعلا، ان انا هاخد البرايمري كي بتاع الجدول ده احطه هنا از فورين كي، واخده هو تاني احطه از فورين كي، واخلي الاثنين مع بعض ايه؟ برايمري كي في الجدول الجديد. كده انا عملت العلاقه الميني تو ميني حتى لو كانت يونري ريليشن. طيب دي نعملها ازاي في الاكسس؟ تعالوا كده بسرعه نشوف اكزامبل على القصه دي. الجدول الاساسي اللي هو الايتم اهو، انا عندي دلوقتي الايتم اي دي والايتم نيم، ولو عايز ازود البرايس، عايز ازود اي معلومات اخرى. انا عايز دلوقتي اعمل جدول
كسر علاقة بين الايتم ونفسه. طيب نعمل القصة دي ازاي؟ سيادتك هتكريت جدول جديد، تيبل جديد. قبل بس من كريت الجدول الجديد نفتكر كده الداتا تايب بتاعت البرايمري كي هنا كانت ايه في الجدول الاساسي؟ كانت نمبر، يبقى انا لازم الفورين كيز كلها تبقى برضو من نفس الايه، من نفس النوع. فنروح للجدول ده، انا عايز دلوقتي هديزاين، لازم اسيف الاول، ونفترض هنسميه كده ايه، زي ما هو موجود عندنا في الاكزامبل، هسميه كومبوننت. ده كده جدول الكومبوننت. انا عايز اعمل هنا ايتم اي دي، نوعه نمبر، وهعمل كمان كومبوننت اي دي وبرضو هخليه نمبر. سيادتك بقى عايز تزود اي داتا اخرى هنا تخصك، انت حر، اعمل اللي انت ايه، اعمل اللي انت عايزه، بس انا عايز اخلي الاتنين دول كومبوز برايمري كي. فكنا بنعمل ايه؟ كنت بقف على الاتنين ده وده، وبتك على شيفت واتك على ده، واروح على الاتنين يبقوا برايمري كي. خلاص دول الاتنين برايمري كي للجدول اللي اسمه كومبوننت. طيب اعمل ايه دلوقتي بقى عشان اربط الايتم ده بالكومبوننت ده بالشكل موجود عندنا في الاكزامبل؟ فتعال نقفل الاتنين دول كده ونروح للريليشنز. خلاص هنا الريليشنز بتاعت الامبلوي ايه، ملناش علاقه بيها، ده كده اكزامبل منفصل. فانا هاخد كده الايتم هنا، والمفروض ان ده هو الجدول الاخر، فهاخد منه نسخه تانيه مش كده، وهاخد كومبوننت ده اللي هيبقى في النص، وبالتالي الايتم هنا والايتم هنا المفروض ان واحد من ده يبقى ده البرايمري كي، ده البرايمري كي وده الفورين كي بتاعه، ده البرايمري كي وده الفورين كي بتاعه مش كده، ده اللي احنا عملناه في الاكزامبل. فانا همسك هنا دراج اند دروب، خلاص بقت 1 تو ميني، وهنا برضو دراج اند دروب هتبقى على التاني على الكومبوننت اي دي، برضو العلاقه بقت 1 تو ميني. وبالتالي هنا انا عملت ميني تو ميني ريكيرسيف يونري ريليشن بين الايتم وايه، الايتم ونفسه. طيب عايزين بقى نتكلم على النوع الاخير اللي هو الترنري، وده اعتقد كده ما فيهوش ايه، مش هيبقى في حاجه جديده. تخيل كده ان انا عندي سيستم، السيستم ده مثلا في عياده، عياده مجمعه مستشفى مثلا، ففي علاقه ما بين البيشنت وما بين التريتمنت العلاج وما بين الفيزيشن اللي هو المعالج. فالعلاقه هنا لازم تبقى ترنري. ليه؟ علشان ما ينفعش يبقى في علاقه ما بين اتنين بس ما بينهم. يعني انا دلوقتي عايز اخزن، والله المريض ده خد العلاج ده لما قابل المعالج ده، اي اتنين منهم هيخلي الجملة غير مفيدة. ودي كانت الحالة اللي احنا قلنا ان هي لازم تبقى ترنري. يعني انا لما اقول لك المريض ده خد العلاج ده، ايوه مين اللي كتبه له؟ وبالتالي هنا الجملة مش كاملة. لو قلت لك البيشنت ده قابل الفيزيشن ده، مين اللي كتب له علاج ايه؟ وبالتالي هنا الجمله لازم تبقى موجوده. طيب الفيزيشن كتب التريتمنت، كتبه لمين؟ كتبه للمريض ده، وبالتالي لازم تبقى الجمله ان المريض ده لما قابل المعالج ده اداله التريتمنت ده، وبالتالي لازم الجمله يبقى فيها الثلاثه. طالما الجمله هيبقى فيها الثلاثه يبقى لازم تبقى ترنري. ترنري عملناها ازاي؟ ان احنا جبنا جدول كسر علاقه بين الثلاثه. يبقى هاخد البرايمري كي بتاع ده احط فورين كي هنا، البرايمري كي بتاع ده احط فورين كي هنا، البرايمري كي بتاع ده احط فورين كي هنا، وعلى حسب بقى السيستم. القصه ما هياش ايه، ما هياش دايما نفس التطبيق. هنا ممكن المريض يكرر زيارته للمركز ده يقابل اكتر من معالج، وبالتالي يديله اكتر من تريتمنت، وبالتالي البرايمري كي انا لازم ازود فيه الديت تايم. يبقى انا الجمله بالكامل كده، المريض ده لما قابل المعالج ده كتب له العلاج ده بتاريخ كذا، يبقى لازم البرايمري، عشان لو المريض قابل نفس المعالج واداله نفس التريتمنت يبقى انا هعرف ازاي ان هو قرر له العلاج، ان التاريخ هنا ايه، التاريخ هنا مختلف. وبالتالي البرايمري كي هنا في بعض الحالات انا لازم ازود الديت والتايم لو في احتمال ان الثلاثه دول ايه يتكرروا بنفس الايه، بنفس الشكل.
طيب احنا كل اللي عملناه هنا ادي الجدول بتاع البيشنت، ادي الجدول بتاع المعالج، ادي الجدول بتاع التريتمنت. انا خدت البرايمري كي، ده جدول كسر العلاقه اللي هو البيشنت تريتمنت ده، خدت البرايمري كي بتاع البيشنت حطيته هنا، البرايمري كي بتاع الفيزيشن حطيته هنا، التريتمنت حطيته هنا، وخليت كل ده هو البرايمري كي اللي هيضمن ان الثلاثه دول البرايمري كي بتاع الجدول ده ما يتكررش، لان الثلاثه دول ممكن يتكرروا، ان انا زودت الديت والتايم ما بينهم ما بين بعض. نفس القصه لو انا حبيت اعملها على مثلا الاكسس او اي باكج اخرى. عايزين دلوقتي نتكلم على حاجه مختلفه شويه. في عندنا كونسبت مهم جدا في الداتا موديلنج اسمه الجنراليزيشن. ايه الجنراليزيشن؟ ده كده you will reward yourself لو سيادتك يعني قضيت وقت شوية، تعبت شوية في الديزاين علشان تعمل موضوع الجنراليزيشن ده، لو لقيت ان ليه ايه، لو لقيت ان ليه احتياج. سيادتك ممكن ما تعملوش خالص، خدوا بالكوا من دلوقتي لغاية يمكن اخر المحاضرة القادمة ان شاء الله هنتكلم على حاجات، الحاجات دي سيادتك ممكن تبقى شايف ان هي اوبشنال، مش لازم اعملها قوي. لكن لو سيادتك قضيت وقت انك تعملها، شكل الداتابيز بتتغير خالص، وبتدي لك كده يعني اكستنشن وباور للداتابيز بتاعتك في المستقبل. تعالوا نفهم القصة ايه. تخيل كده ان انا عندي سيستم، السيستم ده في مثلا موظفين وفي طلبة. لو انا عايز اعمل مثلا جامعة، فانا عندي موظفين وعندي طلبة، وعندي طلبة اندر جراديويت وطلبة بوست جراديويت، ممكن كمان يبقى طلبة ماجستير وطلبة دكتوراه ودكاترة. وبالتالي تعالوا كده نتخيل الايه الموضوع واحدة واحدة. تخيل كده ان انا عندي جدول سيستم داتابيز لجامعة، فأنا عندي الأول student مش كده، وخلينا نحدد إن ده undergraduate student، وبعد كده كمان عندي master student طلبة ماجستير، وعندي كمان PhD student خلاص، وكمان عندي employee وعندي staff. والundergraduate student في منهم current يعني دول حاليين، طلبة حاليين، وفي منهم alumni يعني هما اتخرجوا، وفي كمان عندي master student في عندي منهم حاليين، وفي عندي منهم alumni اللي هما اتخرجوا الخريجين، وكذلك بالنسبة للايه لل PhD student. السؤال بقى، هل سيادتك هتعمل جدول مستقل للcurrent student وجدول مستقل للالوميناي ستودنت والكرنت ماستر ستودنت والكرنت الوميناي؟ يبقى دي جدول 2 3 4 5 6 7 8 8 جداول مش كده؟ ولا المفروض ان دول يبقوا نفس الجدول ولكن يبقى فيه فلاج كده يقول لي ده كده كرنت او الوميناي؟ طيب مش هي دي النقطة دلوقتي، هو الصح ان هم يبقوا في نفس الجدول طبعا، ويبقى فيه فلاج كده يفرق ما بين الكرنت. لكن ايه اللي هيحصل، ايه اللي هيحصل لو انا عندي طالب اتخرج وحب ان هو يسجل ماجستير؟ هل هاخد الداتا بتاعته بالكامل هنا انقلها للجدول هنا؟ لان سيادتك هتقول لي طب هو ما ينفعش يفضل في نفس الجدول، هقول لك لا، لان انت ممكن يجي لك طلبة، الطلبة دي اصلا ما كانوش عندك الوميناي، ما كانوش خارجين الكلية بتاعتك، هما جايين اكسترنال وعايزين يدرسوا ماجستير على طول، ممكن عايزين يدرسوا دكتوراه على طول، ممكن. طيب ايه اللي هيحصل لو انت عندك داتا في الجدول بتاع الاندر جراديويت، الطالب ده اتخرج وحب يعمل ماجستير، اتخرج ونفترض حد من المعادين مثلا، وبعد ما خلص الماجستير حب يخلص الدكتوراه، وبعد ما خلص الدكتوراه عايز يتنقل للاستاف. اذا هي نفس الداتا بشكل او باخر هتبقى كومون بتوين الايه، بتوين الجداول دي. بلاش راجل اتخرج وتم اعلان كده عن وظيفة موظفين جوه الكلية وهو تقدم ليها وعايز ايه، لو انت هتتعامل مع الجداول دي على انها جداول مستقلة، you will never keep track ان الطالب ده لو هي الداتا بتاعته هنا مستقلة تماما على الداتا بتاعت الماستر، سيادتك مش هتبقى عارف مين الطلبة بتوعي
اللي كانوا طلبة أندر جرادويت وبقوا إيه طلبة ماجستير، والعكس مين الطلبة اللي اتخرجوا بقوا إمبلويي يقول نيفر إيه، خلاص دول كده بقوا بالنسبة لك أشخاص مختلفة لو أنت صممت إن هما إيه إن هما يبقوا في جداول مستقل. مورover إن سيادتك هتلاقي إن الجدول ده فيه عندنا داتا بتتكرر، يعني الستودنت هنا الستودنت هنا هو ليه اي دي وليه نيم ولنفترض مثلا وليه ادرس، مش كده؟ طيب ده كده كطالب اندر جراديوت سواء كارنت سواء الوميناي. الماستر هتلاقي برضو هو كشخص ليه اي دي وليه نيم وليه ادرس، والبي اتش دي برضو كشخص كبيرسون ليه اي دي وليه نيم وليه ادرس، وكذلك الامبلوي مش كده هيبقى نفس الكلام، وكذلك الاستاف هيبقى ليه نفس الكلام. لو انت اتعاملت معاهم كانهم اشخاص مختلفه داتا مختلفه، الاندر جراديوت ملوش علاقه بالماستر ملوش علاقه بالاستاف، هتضطر ان انت تدخل الاسم هنا اكتر من مره وتدخل اي ديز، وقد تكون الاي ديز دي مختلفه. انت عندك نظام اي ديز لطلبه الاندر جراديوت بشكل، والاستاف عندك بشكل ايه بشكل اخر، وبالتالي طالما الاي ديز مختلفه هيبدا يظهر عندك ريدندنس ان سيادتك تدخل الداتا. وهو طالب سيادتك دخلت اسمه رباعي، لكن هو ستاف سيادتك دخلت اسمه بشكل اخر. will never be able to track الداتا هنا، ايه علاقتها بالداتا في الجداول الثانيه. طيب الملاحظه ان كلهم في الاخر بيرسون، هي دي الجنراليزيشن بقى اللي احنا بنتكلم عليها، انهم كلهم في الاخر بيرسون، انهم كلهم في الاخر عندهم بعض المعلومات الكومون زي الاي دي زي النيم زي الادرس زي التليفون زي الايميل زي المعلومات اللي تخص الشخص، بغض النظر الشخص ده هو اندر جراديويت ولا امبلوي ولا ستاف ولا مين بالظبط، في معلومات كومون ما بين الاثنين. طيب هل ممكن نستغل الموضوع ده ان احنا نربط ما بين الجداول دي كلها مع بعضها بشكل يساعدني ان انا ما اكررش الداتا؟ هي دي بقى موضوع الجنراليزيشن يا شباب. ايه موضوع الجنراليزيشن؟ بيقول لك الكونسبت wherein the attributes that are common to several types of an entity are grouped into their own entity. طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني الصح ان سيادتك تعمل اول جدول اسمه person، خلاص البيرسون ده كجدول كانتيتي سيادتك تحط فيه كل الكومون اتريبيوتس اللي تخص الشخص كشخص، اي دي نيم تليفون ادرس المعلومات كل المعلومات اللي تخص الشخص كايه كشخص عام تماما بغض النظر عن نوعه ايه. طيب وبعدين سيادتك عايز تعمل جدول كمان اسمه اندر جراديوت مثلا، تمام. طيب الجدول ده هيبقى اسمه الجدول بتاع البيرسون ده هيبقى اسمه السوبر تايب، الجدول بتاع الاندر جراديوت ستودنت ده هيبقى اسمه السب تايب. سيادتك هتسأل سؤال هتقول لي ايه، هو الاندر جراديوت ده هو في الاساس بيرسون، لكن هو كاندر جراديوت ستودنت عنده معلومات زياده عن المعلومات الاساسيه اللي موجوده عند البيرسون ده. طيب هعمل القصه دي ازاي؟ يبقى انت محتاج تعمل هنا جدول، هنا في اي دي، سيادتك مش هتكرر بقى النيم والتليفون والادرس والحاجات اللي هي موجوده عند بيرسون، سيادتك هتبدا تحط لي بشكل مباشر المعلومات اللي تخص الاندر جراديوت ايه ستودنت، زي مثلا الميجر بتاعه او البروجرام اللي هو تبعه، زي مثلا السي جي بي اي بتاعه، ده لو هو خريج هيبقى الرقم ده خلاص فيكسد مش هيتكرر تاني، زي هو خلص عدد الساعات بتاعته قد ايه. طيب سيادتك هتربط ازاي ما بين الجدول بيرسون والجدول اندر جراديويت؟ المفروض لو سيادتك هتستخدم الكونسبت بتاع الجنراليزيشن ده سيادتك تربط ما بين الجدول بتاع البيرسون والجدول بتاع الاندر جراديويت ستودنت علاقه 1 تو 1، ولازم تبقى 1 تو 1 العلاقه هنا 1 تو 1، وبالتالي انت عندك هنا ستودنت بيرسون مثلا الاي دي بتاعه واحد، النيم بتاعه مثلا ايه، التليفون بتاعه 5، الواحد ده هو هو اللي موجود هنا يبقى موجود هنا، وبالتالي سيادتك تقول الميجر بتاعه مثلا كمبيوتر ساينس، السي جي بي بتاعه مثلا 3.7، والكريدت ار بتاعته مثلا 130، يبقى انت بتكمل معلوماته هنا. طيب القصه دي تفيدني في ايه؟ ولا حاجه، تخيل كده
ان انا عايز اعمل كمان جدول اسمه ماستر ستودنت، هيبقى فيه برضو الاي دي. المفروض ان انا لو هستخدم الكونسبت بتاع الجنراليزيشن ان الاي دي ده يبقى مربوط مع البيرسون برضو 1 to 1، بحيث لو الطالب ده انا حبيت ان هو بعد ما خلص حب ان هو كده يحضر ماجستير، هستخدم نفس الاي دي هنا، هبدأ انسرت هنا، وبالتالي انا اقدر اربطه مع الجدول بتاع الاندر جدول لو هنا في رقم اي دي متكرر هنا، وبالتالي الطالب ده هو نفس الطالب ده. لو عندي رقم جديد هنا خالص، واحد كده خلص الاندر جاديوت البكالوريوس بتاعه في مكان ما وجاي على الماجستير على طول، وبالتالي مش هيكون في تكرار، مش كده؟ وبالتالي هعرف ان الطالب ده ما كانش عندي، مش كده؟ طالما الاي دي مش موجود في الاندر جاديوت، وابدأ ازود المعلومات بتاعت الايه؟ وابدأ ازود المعلومات بتاعت الماستر. والله عايز ممكن الطالب ده بعد ما خلص ماجستير عمل دكتوراه، اذا هنعمل جدول تاني لطلبة الدكتوراه، ثم الراجل ده بقى ستاف، وبالتالي هيبقى عندي جدول جديد اسمه ستاف برضو في نفس الاي دي، ومثلا هيبقى مثلا لو دكتور هيبقى تبع ديبارتمنت معين، وبالتالي هيبقى ليه معلومات تخص الايه، تخص الدرجة بتاعته وهكذا. اذا هو نفس الشخص موجود هنا برضو، هربط ده مع ده بعلاقة 1 to 1. اذا المعلومات الكومون الكومون كبيرسون انا جمعتها في جدول واحد، ثم الانواع المختلفة الديفرنت تايبس بتاعت البيرسون ده هي دي اللي خزنتها في ايه، في جداول مختلف. لازم العلاقة ما بين السوبر تايب والسب تايبس بتاعتها لازم تكون 1 to 1، هي دي الايه، هي دي الفكرة. فممكن السوبر تايب هو الانتيتي الانسنس بتاعته بتخزن الحاجات الكومون، طيب امال السب تايب دي الانتيتي اللي هتنهرت، كلمه هتنهرت يعني هتاخد نفس المعلومات اللي موجوده الاول كبيرسون، هتنهرت الكومن اتريبيوتس من السوبر تايب بتاعها، وبعد كده سيادتك تضيف الاتريبيوتس اللي انت عايزها بقى للايه، للسب تايبس ده زي ما انت عايز. التريك دي احنا بنستخدمها عشان حاجه تانية خالص، خدوا بالكم احنا كده يعني بعدنا خالص عن موضوع الايه، بعدنا خالص عن موضوع الاي ار دي. احنا دلوقتي بنتكلم على تريكس بنستخدمها واحنا بنديزاين الداتا بيز نفسها. تخيل كده ان سيادتك عندك انتيتي، وبالصدفه الانتيتي دي احنا عايزين نخزن عنها معلومات كثيره جدا، يعني عدد الاتريبيوتس بتاعتها ضخم جدا، ممكن يبقى بالعشرات، ممكن يبقى بالمئات، ممكن يبقى بالالاف. عندي تو ميني attributes to describe this entity. دي من الحاجات اللي بتعمل لنا مشاكل كبير جدا في الداتابيز، ان سيادتك لما تيجي تعمل كويري ويكون الداتابيز دي او التيبل ده فيه attributes كتير، فالقصه دي ممكن تعملي بوتل نيك، خلاص اللودنج بتاع الداتا دي بتاخد وقت ايه، بتاخد وقت طويل، وخصوصا ان سيادتك في الاخر ممكن تكون عايز ايه، ممكن تكون عايز بس 2 3 منهم، وانت في الاس كيو ال كده عايز 2 3 منهم مش عايزهم كلهم، لكن في الاخر هو هيريتريف الريكورد كله عشان في الاخر يختار لك ايه، يختار لك انت عايزه، هو هيريتريف كل ده وبعد كده يختار لك الايه اللي انت عايزه. طيب نعمل ايه في حاجه زي كده شباب؟ نفس القصه اللي عملناها في جنراليزيشن ممكن نعملها في الموضوع ده، بس مش هنسميها هنا generalization، هنا احنا بنسميها we are breaking the entity اللي ايه لsub entities كده صغيره. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت سيادتك ممكن تيجي تعمل entity، جداول تانية خالص بقى، سيادتك تعمل entity وتحط فيها بعض الاتريبيوتس، ادي الاي دي هنا ده الاساسي اللي موجود عندنا في الكل، وسيادتك تاخد شويه من الاتريبيوتس دي، اي شويه مش هتفرق، ولو كانوا ليهم علاقه ببعض فالكلام ده هيبقى ايه، هيبقى افضل كتير قوي. طيب انت سيادتك خدت ده وخدت هنا ده، خلاص ده خلصته، وده بقى معانا وده بقى معانا وده بقى معانا. سيادتك ممكن تعمل جدول جديد خالص، انتيتي جديده خالص، ونسميها مثلا انتيتي 1، لازم اديها اسم جديد خلاص، وهاخد مجموعه من الاتريبيوتس تانية بنفس الاي دي، الاي دي هو الوحيد اللي هيتكرر ما بينهم لان ده اللي هيربطهم مع بعض، وبالتالي انت سيادتك هتاخد لي 3 4 اتريبيوتس تحطهم في الجدول ده، وسيادتك ممكن تكرر العمليه دي زي ما انت عايز، بس هيبقى مين اللي بيربطهم مع بعض؟
هو برضو نفس الاي دي، وسيادتك تتأكد ان الجدول ده خلاص، ده كده هنلغيه خالص، احنا هنا كسرناه على اكتر من جدول. سيادتك تتأكد ان ده هو موجود هنا، ده كده هو primary key، هيبقى هنا هو موجود primary key و foreign key في نفس الوقت، هنا هيبقى موجود primary key و foreign key في نفس الوقت. وسيادتك تضمن لما يبقى هو primary key و foreign key في نفس الوقت، يبقى انت سيادتك ضمنت ايه؟ طالما هو primary key فنو null و no duplicate، مش كده؟ primary key هنا هو no null و no duplicate. طب هو كمان foreign key من هنا، يبقى انت ضمنت ان العلاقة between ال entity ده وال entity ده وال entity ده دائما ابدا هي one to one. خلاص، يبقى انت كده قدرت ان انت تكسر الجدول على جداول صغيرة، ده بيحسن البرفورمانس في الداتابيس بشكل ايه؟ بشكل كبير. وان انت ربطت ما بينهم كلهم one to one، يبقى انت اكنك كسرت، اكنه جدول واحد، ولكن انت سيادتك كسرته لايه؟ كسرته لجداول صغيرة. نفس القصة دي هي شبه الايه؟ شبه generalization، ان انا جزء من الجدول، جزء من الداتا موجود في البيرسون، وجزء من الداتا موجود في جدول اخر. طالما في جزء موجود في جدول وجزء موجود في جدول، وبالتالي ايه؟ لازم اخلي العلاقة ما بين ده وده هنا ايه؟ ها هي تكون 1 to 1، وبالتالي لازم سيادتك تخلي برضو العلاقة هنا 1 to 1، وده يبقى primary key وده foreign key. خد بالك يعني برضو نفس القصة اللي احنا لسه قايلينها، ده ال ID هنا ده primary key مش كده؟ لازم في الجدول بتاع ال undergraduate ده يكون primary key و foreign key في نفس الوقت. نفس اللي عملناه في الايه؟ نفس اللي عملناه في الاكزامبل. نفس الكلام هنا، ده هيبقى primary key و foreign key في نفس الوقت، عشان اضمن ان انا مفيش معلومات عن طالب ماجستير تتحط الا لما يكون هو في الاساس بيرسون، المعلومات الاساسية بتاعته موجودة هنا، وبالتالي اعرف ابدا اكمل الداتا بتاعته هنا كطالب ماجستير. ان هو موجود كبيرسون ثم ازود الداتا بتاعته موجودة فين؟ في الاستاف، وبالتالي برضو ده لازم يبقى primary key و foreign key في نفس الوقت. دي بتبقى ممكن تاخد مننا مجهود شوية كده واحنا بنعمل الداتابيز، لكن بتساعدك جدا بعد كده في ان انت تمانج الداتا، خصوصا لو كان حجمها كبير بشكل او ايه بشكل او باخر. طيب، في برضو من الحاجات المهمة اللي لازم ناخد بالنا منها واحنا بنعمل analysis، حاجة اسمها subsetting criteria. ايه subsetting criteria؟ انت سيادتك عندك تيبل، انت بتكريت تيبل، ما عنديش مشكلة فيه. التيبل ده فيه معلومات، لكن لازم انت سيادتك تاخد بالك من المعلومات اللي ممكن تقسم الداتا. يعني ايه تقسم الداتا؟ يعني الداتا دي ممكن تتقسم بناء على داتا موجودة في جدول منهم. برضو يعني ايه؟ يعني انا قلت لك ان انا عندي معلومات student، لكن انا ممكن افرق او اقسم الداتا بتاعت الستودنت كلها عن طريق الميل والفيميل، مش كده؟ ممكن اقسم الداتا بتاعت الطلبة عن طريق البروجرام بتاعهم، الطلبة اللي تبع البروجرام الفلاني غير الطلبة اللي بتاع البروجرام الفلاني. انا اقدر اقسم الداتا، ولو انا بتكلم كده على انترناشنال يونيفرسي، فانا ممكن اقسم الداتا بناء على الكونتري اللي هم تبعها. انا ممكن اقسم الداتا بناء على خلاص كرايتيريا معينة. دي بتساعدني في ان انا اعمل manipulation او اقسم الداتا بشكل او باخر. من الحاجات المهمة لو انت قررت ان انت تعمل subsetting criteria معينة، ان انت student لو دخلت كده على اي form، على اي website، سيادتك بتيجي كده تملى البيانات بتاعتك، تلاقي ان البيانات بتاعتك بتكتبها بشكل طبيعي as a text، لكن هو بيجي على بعض الفيلد يخليها لك pull down menu. انت سيادتك لازم تختار من قيمة موجودة في جدول معين، ما بيسيبكش تكتب كده ايه ميل وفي ميل، ما بيسيبكش تكتب الكونتري بتاعتك، ما بيسيبكش تكتب بعض معلومات، لان هو معتمد عارف ان الداتا دي هي بالنسبة له subsetting criteria، وبالتالي هو بيجبرك انك لازم تختارها من ايه؟ من بول داون مينيو. فدي بتبقى مهمة جدا ان سيادتك تعرف ايه الداتا اللي عندك اللي ممكن تبقى سبسيتنج كرايتيريا، بحيث ان انت تخلي ايه؟ تخلي اليوزر يدخلها لك عن طريق سيلكشن، ما تسيبهوش كده يكتبها بشكل ايه؟ بشكل راندوم. يعني سيادتك لو انت برضو ايه مش واخد بالك من اللي انا بقوله، لو دخلت كده
على اي فورم بتاع ريجستريشن بتاع اي ويب سايت، هتلاقي كده يسيبك تكتب النيم، يسيبك تكتب الادرس، يسيبك تكتب المعلومات بتاعتك عادي جدا از تكست. لكن يجي مثلا على الجندر تلاقيه عمل لك بول داون مينيو، سيادتك لازم تختار، ما بتكتبش حاجة هنا، ما بيسمحلكش انك تكتب حاجة هنا، سيادتك تبول داون مينيو، وبالتالي يطلع لك كده ايه تو اوبشن، ميل ولا في ميل. تيجي كده عند الكونتري تلاقي برضو ما بيسيبكش انك تكتبها، عشان لو سيادتك كتبت الداتا غلط هتبقى مشكلة. سيادتك جيت كتبت ايجيبت بس السبيلنج بتاعها غلط، كده بقى عنده ايجيبت نفسها مكتوبة بايه باكتر من شكل، لا هو مش هيسمح بحاجة زي كده، لان دي بالنسبة له سبسيتنج كرايتيريا. لو احنا بنتكلم مثلا على الجامعة، فالسبسيتنج كرايتيريا بالنسبة لنا ايه الميجور بتاعك، مش كده؟ دي سبسيتنج كرايتيريا. الجندر طبعا دي سبسيتنج كرايتيريا. في لازم كل سيستم، كل داتابيز هيبقى فيها سبسيتنج كرايتيريا بتاعتها. طيب المفروض ده كده بقى الشكل الاخير. خلاص انا دلوقتي عندي بيرسون، البيرسون ده ده هو السوبر تايب، ثم في عندي هنا ستودنت، عندي هنا امبلوي، دي المعلومات الاساسيه اللي تخص البيرسون، ثم العلاقه هنا 1 تو 1 مع الستودنت، وابدا ازود المعلومات اللي تخص الستودنت. خدوا بالكم بعد كده ان الجدول الستودنت هو شخصيا يدخل في الريليشنز اللي تخصه، يعني تدخل بقى في علاقه 1 تو 1، 1 تو ميني، ميني تو ميني، العلاقه هنا بقت مستقله تماما عن البيرسون. ليه؟ لان ده بقى تايب مختلف عن تايب الامبلوي. الامبلوي هما الاثنين مشتركين مع بعض في الداتا الاساسيه، ولكن هو كانتيتي كامبلوي الاناليسيس تسمح له بقى ان هو يدخل في ايه في ريليشنز اخرى بغض النظر مين البيرسون ده. وبالتالي سيادتك انت هتتعامل بعد كده مع الستودنت مع الامبلوي. خلاص طالما دي بقت 1 تو 1 هنا 1 تو 1 هنا، اتعامل مع البرايمري كي ده بشكل مستقل، ما عنديش مشكله. لما سيادتك تخلص الاناليسز لازم سيادتك تسلمها، تسلمها بقى للسينيورز بتوعك في الشركه، او تسلمها للراجل اللي هياخد منك الداتابيز. ففي عندنا بعض مودلز لازم نجهزهم. المودلز دي نراجع بسرعه مع بعض كده. كان في عندنا حاجه اسمها الكونسبتشوال داتا موديل، ثم الكي بيز داتا موديل، ثم حاجه اسمها الفولي اتريبيوتد داتا موديل. كل واحدة من دول عايزين نفهم هي ايه بالظبط، لان هي دي هنطلب، وفي عندنا كده ايه يعني تاسك هنطلبها كمان شوية لازم تتطلب في المرحلة دي في الايه في الكورس. تعالوا بس نقول ايه التلاتة دول وبعد كده نشوف ايه المطلوب. conceptual data model ده أول حاجة سيادتك عملتها، ان سيادتك هتوضح لي بس ايه هي الانتيتيز وايه هي الريليشنز بتاعت الايه بتاعت السيستم ده، مش أكتر من كده. مين 1 تو 1، مين 1 تو ميني، الكاردينالتي شكلها عامله ازاي، اللي هو الايه الشكل الاساسي. في عندي هنا انتيتي، انتيتي اخرى، انتيتي كمان، العلاقه هنا ميني تو ميني، الكاردينالتي واضحه اللي هو الشكل الايه اول شكل احنا بنعمله للاي ار دي. ثم المفروض ان سيادتك تيجي تبص على كل الميني تو ميني ريليشنز، سيادتك تكسرها لايه، سيادتك تكسرها ل 1 تو ميني، تبدا تزود الاسوشيتيف انتيتيز عندك في الرسمه. سيادتك تبدا تحدد البرايمري كي بتاع كل واحد فيهم هيبقى عامل ازاي، والفورين كيز هتتنقل ازاي، والكلام ده كله. المرحله الاولى اللي فيها فقط الانتيتيز والريليشنز والكاردينالتيز بشكل كامل، اللي هي ال1 تو 1 واضحه، ال1 تو ميني واضحه، الميني تو ميني واضحه، دي احنا بنسميها الكونسبتشوال داتا موديل. ثم سيادتك تبدا المرحله اللي بعدها ترسم رسمه ثانيه اسمها الكي بيز داتا موديل. سيادتك تشيل كل الميني تو ميني ريليشنز وتزود مكانهم اسوشيتيف انتيتي. اذا المفروض في الموديل اللي اسمه الكي بيز داتا موديل ده ما يظهرش فيه اي ميني تو ميني خالص، كلهم بقى 1 تو ميني بشكل ايه بشكل صريح. سيادتك في المرحله دي لازم تبدا تحدد مين البرايمري كي ومين الالترناتيف كيز. كنا قلنا الالترناتيف كيز هي الداتا اللي موجوده في الجداول اللي تنفع تبقى برايمري كي، لكن لسبب او لاخر سيادتك قررت انها ما تبقاش برايمري كي. يعني انا ممكن في جدول الستودنت اخلي البرايمري كي هو الستودنت اي دي او الرقم القومي، مش كده؟ الاثنين ينفعوا، ولكن لسبب ايه معين احنا اخترنا البرايمري كي يكون رقم الطالب. ثم الكاردينالتيز، الكلام ده كله لازم يظهر. يبقى ايه الفرق ما بين الكونسبتشوال موديل والكي بيز داتا موديل؟ ان سيادتك
اخفيت كل الميني تو ميني، خلاص بقى كلها وان تو ميني بشكل ايه، بشكل صريح. حددت لي سيادتك مين البرايمري كي هنا ومين الفورين كي هنا، العلاقه هنا، فالبرايمري كي الاوردر نمبر هيظهر هنا كفورين كي، وهنا البرودكت البرايمري كي البرودكت نمبر برايمري كي ويظهر هنا كفورين كي، والاثنين مع بعض ظهروا كايه، كبرايمري كي مع بعض. خلاص يبقى انت سيادتك حددت الايه، حددت الكيز بتاعت كل انتيتي عندك، طبعا في وجود الكاردناليتي مع عدم وجود اي ميني تو ميني ريليشن في الرسمه. لو الرسمه بتاعتك بتحقق الشروط دي فدي هنسميها الكي بيزد داتا موديل. الرسمه اللي بعدها ده كده لو انت عندك طبعا عندك جنراليزيشن، فسيادتك هتبدا يعني تعمل نفس الموضوع، بس هتحدد بقى ايه، تظهر موضوع ال 1 تو 1 واللي هو برايمري كي وفورين كي في نفس الوقت عشان تظهر موضوع الايه الجنراليزيشن ده. المرحله الثالثه هي الفولي اتريبيوتد داتا موديل. سيادتك بقى خلاص يعني هتقعد كده على الباكج، وبالتالي لازم سيادتك يبقى عندك كل الاتريبيوتس اللي انت عايز تضيفها، وطبعا تكون محدد الايه، تكون محدد السب سيتنج كرايتيريز اللي عندك. وبالتالي هيبقى هي نفس الرسمه، ولكن هزود بقى كل الاتريبيوتس اللي عندي علشان اديها كده للبروجرامر يبدا يقعد ويشتغل وهو فاهم. طيب ليه احنا ما نكتفيش بالرسمه دي؟ لان الرسمه دي فيها تفاصيل كتير جدا. انا في الاخر الداتابيز الاي ار دي بيبقى فيه تفاصيل، هنا عندنا ايه 5 6 7 انتيتيز، لا الداتابيز الكبيره بيبقى فيها ايه، بيبقى فيها عشرات الانتيتيز. وبالتالي عشان اقدر اظبط الاناليسز لازم اشتغل بالثلاثه ليفلز دول عشان ما توهش في التفاصيل بتاع الفولي اتريبيوتد مره واحده. يبقى احنا لازم في الاناليسز نشتغل كونسبتشوال داتا موديل، ثم كي بيز داتا موديل، ثم فولي اتريبيوتد داتا موديل. المفروض الشباب في المرحله دي في الكورس لازم نبدا نتدرب على اللي احنا عملناه ده. فالمفروض ان الطلاب بتبدا تقسم نفسها جروبس، ونفترض مثلا 5 أو 6 جروبس، بيختاروا ريل لايف بيزنس، بيزنس حقيقي، ويقدموا كده معلومات عن هذا البيزنس، الاونر بتاعه مثلا، رقم تليفونه، الشخص اللي انت هتتعامل معاه، وتبدا تعمل اناليسيس للسيستم بتاعه. ممكن يبقى السيستم ده لصيدليه، لسوبر ماركت، لمكتبه، لاي بيزنس، لمستشفى، وات ايفر، ما في مجال الا وبيحتاج داتابيز طالما هو بيتعامل مع داتا. المفروض ان الجروب ده يبدا ينزل ويبدا يتكلم مع البيزنس اونر، يبدا يفهم منه البيزنس بتاعه عامل ازاي من خلال انترفيو. الانترفيو ده هو بيفهم منه هو شغال ازاي. طبعا الشخص البيزنس اونر ده هو بيتكلم بلغته الطبيعيه، بلغه البيزنس، هو مش فاهم انت سيادتك هتعمل ايه ولا الكلام ده هيتحول الى ايه بالظبط. وبالتالي لازم انت سيادتك اسئلتك تبقى موجهه، بحيث ان انت لو سبته كده بيحكي بشكل مطلق مش هتقدر توصل منه للمعلومات اللي تخصنا. المعلومات اللي تخصنا بتتلخص في الاتي، بتتلخص ان سيادتك عايز تعرف ايه هي الانتيتيز، سيادتك عايز تعرف ايه الكيز بتاعت الانتيتيز دي، سيادتك عايز تعرف ايه الاتريبيوتس، سيادتك عايز تعرف لو في سبسيتنج كرايتيرياز معينه، سيادتك عايز تعرف الكاردناليتيز، سيادتك عايز تعرف الريليشنز، عايز تبدا تفهم منه الكلام ده. ونرجع للجزء ان احنا من كلام البيزنس اونر نعرف ان ده انتيتي ازاي، او انتيتي انستانس لو كانوا ناون، لو كانوا ادجكتيف، لو كانوا موديفايرز. القصه دي احنا كنا اتكلمنا عليها قبل كده، ده بنسميها الستوري او سيتويشن. وبالتالي لازم نبدا لازم نبدا نجهز البروجكت ده. البروجكت ده المفروض سيادتك عشان تقدمه عشان يبقى كده زي ما سيادتك هتعمله كده في اي شركه هتشتغل فيها، لازم سيادتك تقدمه. واحد، تقدم البيزنس رولز بعد ما سيادتك تسمع القصه وتبدا تستخرج منها البيزنس رولز اللي على اساسها هتبدا تبني الانتيتيز والريليشنز والكاردينالز والكلام ده كله. فانت لازم تقدم كل البيزنس رولز بتاعت السيستم. واحد، اتنين، سيادتك هتقدم الكونسبتشوال موديل. ثلاثة، سيادتك هتقدم الكي بيز داتا موديل، ثم الفولي اتريبيوتد
داتا موديل، 4 حاجات المفروض سيادتك تقدمهم في هذا البروجكت. فعايزين دلوقتي ندردش مع بعض الانترفيو ده هيبقى عامل ازاي. اول حاجة تعالوا كده ناخد مثال، يعني تعالوا كده نتكلم على بيزنس مثلا، ونفترض صيدلية، مكتبة، جامعة، اي حاجة، ونفترض مثلا ناخد الصيدلية. فانت سيادتك هتقعد كده مع صاحب الصيدلية، تبدأ تسمع منه هو بيشتغل ازاي، ايه الصيدلية دي، ايه عبارة عن ايه، عشان سيادتك تبدأ تكتشف الانتيتيز. فانت سيادتك تقول له هي الصيدلية دي ايه الحاجات اللي انت مثلا بيدور حواليها الصيدلية، سيادتك بتخزن داتا على ايه في الصيدلية دي. فيقول لك والله مثلا انا عندي ادوية، عندي موظفين، عندي كاستمرز، عندي موردين، شركات كده بتورد لي الادوية. سيادتك ممكن تسأله تقول له طيب هل الصيدلية دي ليها افرع، لان لو الصيدلية دي ليها افرع وبالتالي في انتيتي اسمه برانشز، والله ما كانش في افرع، هي صيدلية واحدة وبالتالي الانتيتي ده هيختفي. يبقى انت عرفت كده ان في انتيتي اسمه ادويه، انتيتي اسمه عاملين، انتيتي اسمه كاستمرز، انتيتي اسمه السبلايرز اللي بيجيبوا لنا الدواء. يبقى انت اكتشفت الانتيتيز ايه بالظبط. ثم سيادتك تبدا تقول له كده طيب انت لو عندك افرع بتفرقهم عن بعض ازاي، فهل كل فرع كده فيه رقم معين ولا انت بتفرقهم عن بعض ازاي، وبالتالي بدات تعرف الكيز بتاعت الفرع. طب الأدوية انت سيادتك بتفرق ما بين الدواء والدواء ازاي، يقولك والله الدواء بيجي بباركود، الباركود ده هو ده اللي بستخدمه as a primary key. سيادتك تقول له طيب هل في حاجة تانية بتفرق الأدوية مع بعضها. سيادتك عايز تبدأ بعد ما اكتشفت الكيز عايز تتفرج على او تكتشف السبسيتنج كرايتيريا اللي ممكن تبقى ايه، اللي ممكن تبقى مفيدة. طيب انت الأدوية دي انت اما بتحب تقسمها بتقسمها بناء على ايه؟ هل الأدوية دي ليها أنواع؟ فيقول لك اه والله في أدوية قلب، في أدوية ضغط، في أدوية سكر، في أدوية روماتيزم، في أدوية كذا. يبقى أنت العلاج أو المرض اللي الدواء ده بيعالجه ده يعتبر سبستيتنج كرايتيريا. أنا عايز كل أدوية، هو ممكن يطلب كده يقول لك إيه كل أدوية الروماتيزم اللي موجودة في اللي موجودة في الصيدلية. إذا يو هاف تو فلتر يوزنج النوع ده. ممكن واحد تاني يقول لك ايه انا الادويه كمان عندي بتتقسم للشكل العلاجي بتاعها، في ادويه مثلا شرب، في ادويه حقن، في ادويه كبسول، في ادويه على شكل كبسول، في ادويه على شكل اقراص، في ادويه على شكل يعني الشكل العلاجي بتاع الايه بتاع الدواء نفسه. اذا انت دلوقتي ممكن تقول له ايه، يعني انت عايز تعرف مثلا كل الأدوية اللي موجودة على شكل كبسول، كل الأدوية اللي موجودة على شكل كريم، كل الأدوية اللي موجودة على شكل دهان معين. يبقى دي تعتبر substituting criteria أخرى، مش كده؟ سيادتك تقول له طيب أنت دلوقتي هل بتفرق الدواء ده بناء على الباركود بس؟ في بعض الصيدليات تقول لك لا، خد بالك أنا غير رقم الدواء اللي هو موجود على الباركود، انا بيهمني، ودي بتبقى دي معلومة حقيقية على فكرة، بيهمني رقم الطبخة. الشركة دي بتطبخ اللي هي العملية الكيميائية يعني عشان يطلع في الاخر الميديكيشن بتاعنا، بتبقى على شكل طبخة. الطبخة دي بيبقى ليها رقم، لان ممكن تبقى طبخة بشكل وطبخة بشكل اخر، وبالتالي لازم يبقى فيه رقم الايه، رقم الطبخه ده موجود معانا مع رقم الدواء، عشان يعني في بعض حالات كده الشركه تيجي تقول لك ايه والله احنا الطبخه بتاعتنا رقم كذا دي كان فيها مشكله، وبالتالي هم سحبوا من السوق، مش سحبوا من سوق الدواء كله، سحبوا من سوق الطبخه دي، خلاص فيها مشكله، الطبخه دي فيها مشكله، وبالتالي لازم سيادتك تبقى عارف الدواء اللي عندك ده غير اسمه وغير شكله العلاجي وغير الباركود الطبخة بتاعته رقم كام، ودي بتلاقوها كده موجودة على الايه، موجودة على الأدوية نفسها. يبقى الشكل العلاجي، الطبخة، المرض اللي علاج، كل دي تعتبر سبستيتنج كرايتيريا للدواء نفسه. طيب سيادتك مثلا تقول له طب والعاملين، هل كل العاملين على نفس المستوى ولا عندك انواع؟ يقول لك لا والله في عندي الراجل ده بتاع الكاشير ده المسؤول عن الايه، عن الفلوس، في عندي الراجل
اللي هو اللي بيعمل ديليفري مثلا، في عندي عامل النظافة، في عندي الدكتور اللي هو الدكتور الصيدلي اللي مسؤول عن الصيدلية. إذا في عندي كاتيجوريز للعاملين، دي تعتبر برضو سبسيتنج كرايتيريا. نوع الموظف، أنا عايز كل الموظفين عندي اللي شغالين وظيفة معينة، وبالتالي في عندي دي انتيتي اسمه عاملين. الانتيتي ده في عندي التايبس بتاعتنا، وبالتالي سيادتك بدأت تكتشف الايه، تكتشف الموضوع ده. طيب ايه تقول له كده؟ طب بالنسبه للكاستمر سيادتك بتخزن عنهم معلومات ايه؟ هيقول لك والله برضو الاسم والتليفون والعنوان، ومثلا لو هو بيطلب اوردرز ايه الاوردرز اللي هو بيطلبها بشكل مستمر، بحيث ان انا بعرف ان الناس دي بتطلب الطلب ده، وبالتالي الدواء ده مطلوب من فلان وفلان وفلان وفلان، دول بيطلبوه، او مطلوب كميه زياده شويه بناء على الطلبات اللي بتجيلي من الكاستمرز دول. طيب الموردين، سيادتك الموردين دول بيوردوا لك ادويه معينه، بيوردوها لك ازاي، سعرها ايه؟ طب انا الدواء لما ينقص عندي اكلم اني مورد الاول اساله، لان انا عارف ان سعره اقل، بالتالي هو بيبدا يحكي لك البيزنس بشكل او باخر. يبقى احنا من الحكاوي انت سيادتك بتحكي وبتبدا تكتشف الحاجات الاساسيه. يبقى سيادتك عشان تو ديسكفر السيستم انتيتيز، سيادتك تقول لي كده ايه البيزنس بتاعك بيدور حوالين ايه؟ الداتا انت في الاساس محتاج تخزن داتا عن ايه بالظبط؟ طيب الداتا دي سيادتك هتفرقها عن بعض ازاي؟ بس سيادتك اكتشفت الكيز. طيب الداتا دي سيادتك محتاج ان انت تقسمها بشكل او باخر، التقسيمات المختلفه للداتا دي، وبالتالي سيادتك اكتشفت السبسيتنج كرايتيرياز. ثم سيادتك تحاول باكتر من طريقه تكتشف ايه الاتريبيوتس المطلوبه، انت محتاج تخزن ايه بقى. طيب دي الحاجات اللي انت محتاج تخزن عنها داتا. ايه بقى هي الداتا دي؟ انت دلوقتي قلت لي في عندي ادويه، ايه الداتا اللي سيادتك محتاج تخزنها على الدواء؟ الدواء ده مثلا التخزين بتاعه، الاكسباير ديت بتاعه ايه، وحده التخزين عامله ازاي، وهكذا. سيادتك تبدا تكتشف منه الاتريبيوتس، والقصه دي بتبقى عايزه راوند واثنين وثلاثه. يعني سيادتك بعد ما تقعد معاه كده تكتب النوتس بتاعتك وتبدا انت تفرغها، بترجع له بالبيزنس رولز تاني، بترجع له بالاتريبيوتس اللي سيادتك اكتشفتها تاني، هتلاقيه يقول لك ايه، لا ده انا محتاج كمان ازود كذا، محتاج كمان ازود كذا. وبالتالي لازم سيادتك تقعد في الراوند ده لغايه ما يقول لك اه والله هي دي الداتا اللي انا ايه اللي انا محتاجها بس. طيب كمان بعد كده تبدا تكتشف موضوع السكيورتي والكنترول اللي موجود. يعني انت الداتا بيز اللي هتتعمل، السيستم اللي هيتعمل ده، هل كل الموظفين مثلا ليهم نفس الرايتس، ولا كل واحد بيبص على حاجه معينه؟ اكيد الراجل بتاع المخزن اللي هو هيكلم كده الموردين غير الراجل بتاع الكاشير، غير الراجل الدكتور الصيدلي اللي هيبدا ايه، هيبدا يتعامل مع الداتا. اذا كل واحد هيبدا يشوف مسموح له يشوف حاجات ومش مسموح له يشوف حاجات، ده مسموح له يشوف وما يعدلش، لكن ده مسموح له ان هو يضيف ويشيل ويحط ويغير السعر ويعمل اللي هو عايزه. يبقى سيادتك لازم تعرف السكيورتي والكنترولز بناء على ايه بالظبط. سيادتك لو السيستم فيه حسابات، لو هيبقى فيه كالكوليشنز، لازم تساله انت بتقفل كل قد ايه، بتقفل كل يوم، بتقفل كل ساعة، بتقفل كل أسبوع، عشان تعرف الكالكوليشنز بتاعتك. لو نفتكر كده كان في عندنا داتابيز، ريال تايم داتابيز، لازم التقفيل بتاعها أو الحسابات بتاعتها تتم immediately، لكن في حاجات كانت بتتم ايه، بنسميها باتش بروسيسنج، بتتم كده كل فترة معينة، فلازم سيادتك تسأل السؤال ده عشان تعرف التايم كونسترينز بتاعتك عاملة ازاي. سيادتك ممكن تسأله على الجنراليزيشن، هل في معلومات كده عامة على الأدوية، كل الأدوية بلا استثناء فيها؟ هيقول لك اه أكيد، في الاسم التجاري، في الاسم الدوائي، في المرض اللي هو بيعالجها، مفيش دواء ما بيعالجش مرض، ففي بعض معلومات تخص كل الأدوية بلا استثناء، وبالتالي سيادتك بقيت عارف مين هو السوبر تايب، لكن في معلومات تخص بعض أدوية. خلاص يبقى سيادتك تبدا تعمل السب تايز بتاعتك. بعد ما سيادتك اكتشفت كل الانتيتيز واتفقت معاه ان دي كل الانتيتيز، تبدا تساله اسئله تخص الريليشنز، هل في علاقه بتوين الموظف مثلا والبرانش، يعني الموظف ممكن يشتغل في اكتر من برانش، ولا الموظف لازم يشتغل في برانش واحد، وبالتالي سيادتك هتعرف العلاقه بتوين الامبلوي مثلا والبرانش. سيادتك ممكن تقول له والله طب هو الدواء ده موجود في شكل دوائي واحد، ولا ممكن يبقى فيه اكتر من شكل،
يعني مثلا في عندك دواء ممكن يبقى موجود على شكل كريم، ممكن يكون موجود على شكل كبسول، ممكن يكون موجود على شكل حقن، وممكن يكون موجود على شكل أقراص وهكذا. يبقى أنت تبدأ ما بين الجدول بتاع نوع الدواء غير الدواء نفسه، في عندك جدول اسمه التايبس بتاعت الايه بتاعت الدواء غير الدواء نفسه. العلاقة هنا هتبقى ايه؟ ممكن تبقى ميني تو ميني، الدواء ده موجود في اكتر من شكل، واكيد الشكل ده موجود منه اكتر من دواء. سيادتك تقول له مثلا العلاقة ما بين الموردين والأدوية، العلاقة عاملة ازاي؟ هل هي وان تو ميني، في شركات كده بعينها مخصصة ان هي تجيب لي دواء معين، ولا ممكن الموردين يجيبوا لي اي نوع من انواع الدواء؟ وبالتالي سيادتك تقدر ما بين الكاستمر وما بين الميديكيشن، سيادتك تقدر تعرف العلاقة ما بينهم ايه. سيادتك تقول له طيب ايه العلاقة ما بين الكاستمر والأدوية مثلا؟ في ناس تقول لك لا، في علاقة مباشرة ما بين الكاستمر والأدوية. في واحد يقول لك لا، انا ما مثلا ما في ادويه ما بتتصرفش غير من خلال روجيتا اللي هي بيسموها ادويه الجدول، اذا انا لازم اخزن الروجيتا عندي، ولازم اخزن مين الدكتور اللي صرفها وتاريخ كام والتفاصيل دي كلها. اذا هنا ما فيش علاقه مباشره بتوين الكاستمر وبتوين الميديسن، لازم يكون في علاقه ما بين الكاستمر والميديسن اللي هي الروجيتا، اذا دي لازم تكون في النص مش كده. الاوردر والاوردر لاينز، القصه دي كلها لازم سيادتك ايه، لازم سيادتك، وهي بتبقى طبعا باي تريننج وباي اكسبيرينس، سيادتك بتقدر تكتشف القصه دي بشكل افضل. عشان كده لازم نبدا نتدرب على الموضوع ده من دلوقتي، عشان نقدم هذا الايه، لازم يتقدم هذا الريبورت باي ذا اند اوف ذا كورس يعني. فده كده نهايه موضوع النهارده. والمفروض الناس زي ما اتفقنا كده تبدا تقسم نفسها جروبس علشان نبدأ نشتغل في هذا البروجكت. شكرا جزيلا يا شباب.